بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 134. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ميراث المبعض وذكر الإرث بالولاء، وهي أمور تتعلق بالرقيق، أتبع ذلك ببيان العتق وفضله وأحكامه، لنعلم أولا أن الرق في الإسلام مشروع كما هو في الديانات السابقة، لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الخلق عبادته وحده لا شريك له، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلما خرج بعض العباد عن عبادة الله عز وجل وعبدوا غيره وكفروا به، شرع الله جهادهم وقتالهم حتى يكون الدين لله وحده سبحانه وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وحده. وشرع سبحانه وتعالى من أحكام الجهاد الاسترقاق، فإذا استولى المسلمون على نساء الكفار وعلى أولادهم فإنهم لا يقتلون، النساء والأولاد الأطفال لا يقتلون، ولكن يجري عليهم الرق، وهو العبودية والملكية للمسلمين، فيكونون مماليك للمسلمين، لأنهم لما خرجوا عن عبادة الله وأبوا أن يعبدوا الله عز وجل أذلهم الله سبحانه وتعالى فجعلهم عبيدا لغيره. ومن هنا عرف الفقهاء الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وقولهم سببه الكفر هذا هو محل الشاهد لنا، أن الرق سببه الكفر، لما كفروا بالله سبحانه وتعالى وأبوا عن عبادته فإن الله وضع عليهم الرق لخلقه إهانة لهم، فصاروا مماليك لأهل التوحيد وأهل عبادة الله،
وذلك من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإذا وقع عليهم الرق فإنه لا يرتفع إلا بالعتق، والعتق هو تحرير الرقيق وإخراجه من عبودية من العبودية لغير الله عز وجل إلى عبودية الله عز وجل، إخراجه إلى الحرية وإعطاؤه حق التصرف الكامل في مصالحه وحق التملك، هذا هو العتق. ففيه فضل عظيم، فإنه جاء في الحديث أن من أعتق رقيقا أعتقه الله به من النار، وهذا فضل عظيم. والعتقاء لهم أحكام في الشريعة الإسلامية، ولذلك ناسب أن يعقد هذا الباب أو هذا الكتاب في هذه الأحكام التابعة لعتق الأرقاء، وهو ما نحن بصدده الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو من أفضل القرب. العتق من أفضل القرب. العتق في اللغة، العتق في اللغة هو التحرير والتخليص، ومنه سمي البيت العتيق لتخليصه من أذى الجبابرة، فلم يصل إليه أحد بسوء. فالعتق هو التخليص والتحرير من الأذى، وهذا مراد به لغة. وأما المراد به شرعا فهو إخراج المملوك، إخراج العبد المملوك من الرق والعبودية إلى الحرية، وفيه فضل عظيم. ومما يدل على فضله أن الله سبحانه وتعالى جعله في الكفارات، جعله في كفارة القتل. قال سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وجعله كفارة في الظهار، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وكفارة في الوطئ في رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقع على امرأته في رمضان وجاء يستفتيه: أتقدر على أن تعتق رقبة؟ قال: لا. الحديث. وجعله الله كفارة في الأيمان، قال الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالله جعله في الكفارات مما يدل على عظم شأنه في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على العتق، وأخبر أن من اعتق مملوكا فإن الله يعتقه به من النار يوم القيامة. نعم. أثابكم الله. قال: ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. استحب عتق العبد الذي له كسب، يعني يقدر على الاكتساب ليكفي نفسه وليتملك مما أباح الله له ويستغني عن الناس. أما العبد الذي ليس لا يقدر على الاكتساب فهذا لا يشرع اعتاقه،
ولا ينبغي اعتاقه لأنه ستنقطع نفقته على سيده فيكون عالة على الناس. نعم. ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. العتق يصح منجزا، كان يقول أنت حر أو أنت عتيق لله عز وجل، أو عبدي حر أو عتيق، ويصح معلقا على شرط، كإن شفى الله مريضي فعبدي حر، هذا معلق على شرط، إذا حصل الشرط حصل المشروط وهو العتق. ويصح معلقا على الموت بأن يقول إذا مت فعبدي حر، وهذا ما يسمى بالتدبير، لأنه علق العتق على الموت، والموت دبر الحياة، وهذا ما يسمى بالمدبر. نعم. في الاسترقاق يا شيخ، قد يجد بعض المسلمين لما تأثر به من ثقافة الكفار أن فيه ظلما، والسؤال ما حكم وجود ذلك في قلب العبد، ثم هل يضر أن يجده ولو تكلم به فماذا عليه؟ الواجب على الإنسان أن يسلم لله سبحانه وتعالى ولا يعترض عليه، وما دام أنه لم يتكلم فهو في حل، إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فإذا وجد في نفسه شيئا أو تساؤلا أو استشكالا حول بعض الأحكام الشرعية فإنه لا يتكلم به ويسلم لله، ويعلم أن ما شرعه الله هو الحق وهو الحكمة وهو العدل، سواء أدركنا ذلك أو لم ندركه، ولكن الحكمة في الاسترقاق ظاهرة، وهي ما أشرنا إليه في بداية الكلام، وهي أن هؤلاء لما كفروا بالله وخرجوا عن عبادة الله عز وجل عاقبهم الله فجعل عليهم الرق عقوبة لهم، وهذه حكمة ظاهرة. نعم. هل من فوارق الإيمان بين الناس أن يكون مثل هذا؟ يعني بعض الناس قد يجد تسليما مطلقا في قلبه لأحكام الله وشرائعه، فمعنى ذلك أنه مؤمن، وآخر قد يجد شيئا وشكا وإن كان يخفيه، فمعنى ذلك أنها أقل إيمانا وأضعف؟ لا، ما يقلل من إيمانه ما دام أنه لم يتكلم به ولم يستمر معه، وإنما قطعه واقتنع بأحكام الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يؤثر على إيمانه. أما من تكلم بلسانه واعترض على الله عز وجل فإنه يؤاخذ ويلحقه إثم عظيم، وربما يخرجه ذلك عن الإسلام. نعم. صلى الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: باب الكتابة. الكتابة نوع من العتق أيضا، الكتابة متعلقة بالعتق، والكتابة في اللغة هي الجمع، ومنه سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف والكلمات والأسطر، ومنه الكتيبة وهي القطعة من الجيش لأنها تجمع الجنود. فالكتابة في اللغة هي الجمع، وأما الكتابة في الشرع فسيعرفها المؤلف رحمه الله بأنها بيع العبد نفسه بمال يؤديه على نجوم، هذه هي الكتابة في الشرع، هي بيع العبد نفسه بمال يؤديه على نجوم محددة، إذا أداها فإنه يعتق، هذه هي الكتابة، وهي مأمور بها في قوله سبحانه وتعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فأمر الله بمكاتبة العبيد
إذا كان ذلك أصلح لهم. نعم. قال: وهي بيع عبد نفسه بمال مؤجل في ذمته. بيع عبد، بيع السيد عبده نفسه، أن يبيع عليه نفسه. النصب هو بيع، وهي بيع عبده نفسه. نعم. أي نعم، أن يبيع السيد عبده نفسه، فالنفس هي المبيعة والعبد هو المشتري والبائع هو السيد. هذا تحليل هذه الكلمات، أن يبيعه بمال، بمال يؤديه على أقساط، وهي ما يسمى بالنجوم. نعم. هي وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته. بمال مؤجل في ذمته، أما إذا باعه بمال حال فهذا لا يسمى كتابة، الكتابة لا تكون إلا مؤجلة وليست على أجل واحد، بل تكون على نجوم، أي على أقساط، وذلك من باب التسهيل على العبد. نعم. وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه. تسن الكتابة، أي يستحب للسيد أن يكاتب عبده إذا علم فيه خيرا، لقوله تعالى: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أما إذا كانت الكتابة لا مصلحة للعبد فيها، بل ربما يتضرر، يعني يكون عاجزا عن الكسب فيكون عالة على الناس، أو أن يكون أو يخشى عليه الفساد، لأنه ما دام في ملك سيده فإن سيده يحميه عن الفساد ويقوم عليه، فإذا كاتبه فإنه ينطلق إلى الفساد، حينئذ لا تجوز مكاتبته لأنها تفضي إلى الضرر. نعم. إذن قوله مع أمانة العبد، يعني إذا كان أميناً على الأداء ولا أميناً على نفسه؟ أميناً على نفسه، أميناً على نفسه من الفساد، وأميناً على نفسه بأن يكتسب لها ما يكفيها ولا يكون عالة على الناس. نعم. وتكره مع عدمه. تكره الكتابة مع عدم الأمانة، إذا كان فيها ضرر في أن العبد لا يقدر على الاكتساب ويصبح عالة على الناس، هذا ضرر. وكذلك إذا كان كما ذكرنا أن في مكاتبته عدم الكسب، أن في مكاتبته إطلاقا له في الشر والفساد، فإنه لا تجوز مكاتبته حينئذ، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، يقوم مقام مكاتبه. المكاتبة إذا وقعت فهي عقد لازم، إذا وقعت فهي عقد لازم بالنسبة للسيد، لا يجوز له فسخها، ولكن يجوز له أن يبيع المكاتب لأنه رقيق، ما دام عليه درهم فإنه رقيق، لقوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب قن ما بقي عليه درهم. فهو رقيق له ما دام لم يؤدي دين الكتابة كاملا، فله أن يبيعه، ولكنه إذا باعه لا تنفسخ الكتابة، بل يكون مكاتبا عند المشتري، ويكون كتابته تنتقل إلى المشتري، فإذا سدد للمشتري فإنه يعتق. والدليل على جواز بيع المكاتب قصة بريرة، أن أهلها كاتبوها على مقدار من الذهب، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تستعينها، فقالت: إن شاءوا اشتريتك منهم. فذهبت إليهم وأخبرتهم، فوافقوا على أن يبيعوها على عائشة بشرط أن يكون الولاء لهم إذا عتقت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب، لأن هذا تغيير لحكم الله، لأن الولاء لمن أعتق، فالولاء يكون لعائشة لا ليس لهم،
فلا يجوز لهم أن يشترطوه وهم لم يعتقوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق، فدل هذا على جواز بيع المكاتب ويبقى على كتابته. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: فإن أدى له عتق وولاؤه له، وإن عجز. إذا أدى دين الكتابة للمشتري فإنه يعتق بموجب الشرط، ويكون ولاءه للمشتري لا للذي كاتبه الأول. نعم. لقصة بريرة مع عائشة وأسياد بريرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. نعم. وإن عجز عاد قنا، وإن عجز عن تسديد الكتابة فإنه يعود قنا وتنفسخ الكتابة، قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب قن ما بقي عليه درهم. نعم. وتعود الأموال المسلمة الأموال للسيد، لأن العبد وما ملك لسيده، فتكون الأموال النجوم التي أداها للسيد لأنها كسب ملكه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب أحكام أمهات الأولاد. وكذلك مما يتعلق بالأرقة أمهات الأولاد، والمراد بأمهات الأولاد المملوكات التي وطئهن أسيادهن فأنجبن منهم أولادا، أنجبن منهم أولادا، أولادا هؤلاء هن أمهات الأولاد. الله جل وعلا أباح التسري وهو وطء المملوكة بموجب ملك اليمين. قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالوطء بملك اليمين مباح، وهو أقوى من الوطء بعقد النكاح، أقوى من الوطء بعقد النكاح، لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح. فللسيد أن يطأ مملوكته، وهذا ما يسمى بالتسري. وقد تسرى النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة مارية القبطية أم إبراهيم، فإنها أمة أهداها له المقوقس ملك مصر، فتسرى بها صلى الله عليه وسلم فحملت بإبراهيم وولدته ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم الولد. نعم. قال: إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا. نعم، هذا هو الاستيلاد. إذا أولد حر أمته أي مملوكته الخالصة، أو أولد أمة له أمة مشتركة بينه وبين غيره، فحينئذ تكون أم ولد له أو أمة لولده، لأن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فملك الولد ملك للوالد. فإذا كان للولد أمة جاز للوالد أن يتسرى بها ما لم يكن الولد قد سبقه إلى التسري بها. فإن كان الولد قد سبقه إلى التسري بها لم تحل للوالد، لأنها حينئذ تكون منكوحة للابن. والله جل وعلا يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، بهذا الشرط. فللوالد أن يتسرى بأمة ولده ما لم يكن الولد قد تسرى بها. فإذا حصل هذا، وطئ أمة له خالصة أو أمة مشتركة بينه وبين غيره أو أمة لولده، فأنجبت هذه الأمة ولدا متكاملا متكامل الخلقة، فإنه حينئذ تكون أم ولد. أما إن ولدت مضغة ليس فيها تخليق إنسان فإنها لا تكون أم ولد،
لأنه لم يأخذ حكم الولد، إنما تأخذ حكم الولد إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان، سواء ولد حياً أو ولد ميتاً وفيه خلق إنسان. نعم. قال: خلق ولده حراً حياً ولد أو ميتاً. نعم، الولد يكون حراً لأنه ليس للوالد أن يملك ولده، فيكون حراً، وتكون أمه مملوكة، أم ولد، تكون تسمى أم الولد. نعم. قد تبين فيه خلق الإنسان، هذا الشرط، بهذا الشرط. أما إذا وطئها وحملت وألقت شيئا لم يتبين فيه خلق إنسان فإنها لا تكون حينئذ أم ولد. نعم. لا مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت لا أم. إن ألقت مضغة وهي قطعة اللحم، أو ألقت جسما لكنه بدون بيان الأعضاء، لم تفرض أعضاؤه، فإنه حينئذ لا يسمى ولدا. نعم. صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. هذا الذي يترتب على كونها أم ولد له، ترتب عليه أنه يملكها ما دام حيا، ملكا مراعى يستخدمها ويطأها ويعتبرها ملكا له، إلا أنه لا يجوز له نقل الملك فيها، لا ببيع ولا هبة ولا وقف ولا غير ذلك، ولا ما يقصد به نقل الملك كالرهن، فلا يرهنها، لأن الرهن يؤول إلى البيع، بل تبقى عنده، فإذا مات فإنها تعتق. نعم. وأحكام أم أعد يقول: صارت أم ولد الله تعتق بموته من كل ماله. تعتق بموته من كل ماله، لا من الثلث، وإنما تعتق من رأس المال، فإذا مات عتقت وأخرجت من التركة وتكون حرة. نعم. طبعا يستوي في ذلك ولد ذكرا أو أنثى. يستوي في ذلك أن يكون المولود ذكرا أو أنثى، حيا أو ميتا، ما دام تبين فيه خلق الإنسان. نعم. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه. نعم، أحكام أم الولد أحكام الأمة ما دام سيدها على قيد الحياة، ما دام سيدها الذي أولدها على قيد الحياة فإنه يعتبرها مملوكة له، يجوز له أن يطأها بملك اليمين، ويجوز له أن يؤجرها وأن يستخدمها وإلى غير ذلك من منافع المملوك. قال: لا في نقل الملك في رقبتها. لا يجوز له نقل الملك فيها. السيد يجوز أن يبيع عبده، لكن أم الولد لا، هي مملوكة من ناحية وغير مملوكة من ناحية أخرى، ملكها مراعا بالموت، فلا يجوز له أن ينقل الملك فيها ببيع أو هبة أو غير ذلك، فليس حكمها حكم الإماء من كل وجه. نعم. قال: لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع. نعم، كالرهن ورهن ونحوها. نعم، الرهن هذا يراد للبيع، فلا يجوز له بيعها ولا أن يتصرف فيها بالرهن، لأن الرهن يؤول إلى البيع، فلا يرهنها بالدين الذي عليه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.